صحافة المواطنة هي نوعية متاع صحافة اللي تخلي أي مواطن عادي يمارس الصحافة ويخلي عندها أمباكت في السوسيتي. في تونس موجودة صحيح، تنجم تخدم وتسلكها، أما كان بعلاقاتك صفة رسمية ولا قانونية تحميك وتضمن لك خدمتك. لا، حمدي بالحاج 19 عام، عنده 7 سنين يخدم في صحافة المواطنة. عرفته واحنا نحضروا للرايتسكون، وفي وسط الهدرة حكى لي مرة هو وزوز أصحابه خرجوا يخدموا سور تيران، يلقوا رواحهم دي مينور موقفين في مركز الشرطة. بالنسبة لي الحكاية كانت غريبة، خاطر ما في باليش انه ما زالت فما سانسرة وتتمارس بطريقة مباشرة على الدمينور. نهار 7 أوت 2016 خرجت انا وزو صحابي رامي ورام باش نصوروا في روبورتاج على الاولياء الصالحين والايمان نتاع العباد بالمعتقدات هذيك. مشينا للزاوية في الجبانة نتاع مكثر، دخلنا الجبانة درنا للزاوية. اول ما دخلنا الكبر نتاع الولي هكا كلب الاخضر وبجنبه فما برشا قبورات، فما صوت قران كالحن على الحيوط وشمع وبخور، وفما الراجل اللي لهي بالزاوية قاعد غادي. دخلنا خذينا دي بلون في الزاوية الداخل، عملنا معاه انترفيو، خذينا تيمونياج متاعو، ومن بعد خرجنا هابطين لوسط البلاد باش ناخذوا التيمونياج مع المواطنين. خذينا تيمونياج الاول الثاني، في التيمونياج الثالث وصلنا لقينا روحنا في وسط البلاد. طريق طويل فما برشا حركه ماشي وجاي، على اليمين فما بانيه كبيره وعلى اليسار فما كوشه، في الدوره نتاع الكوشه بالضبط فما مركز الشرطه. معنا قاعدين نصوروا تو دانكو نسمعوا في حس، ايش تعمل غادي حبس فاش تصور؟ حبسنا، جونا زوز عوان سيفيل يسألوا فينا فاش تصور، اش قاعد تعمل، تابع شكون، تابعنا قناة، عندكم اوردر دو ميسيون؟ ونحن نجاوبوا فيهم، معناها نقول لهم رانا تابعين جمعية نخدم بصحافة المواطنة، ما عناش تابعين حتى قناة وما عناش اوردر دو ميسيون، نخدموا في سوجي على الأولياء الصالحين. صار هكا الحكاية، تفضلوا معنا المركز. دخلنا المركز، كانت أول مرة ساعة ندخلوا المركز وكنا دي مينور 15 17 سنة. أنا ومرام بسيور أول مرة ندخل المركز، رامي صارت له مشكلة قبل هو يصور دخل المركز، أما كانت أول مرة لينا نحن. دخلت نيلول ورايا مرام، ورامي من تالي هز التريبيي على كتفه والكاميرا وداخل هكا يتمشى، والهول كان فارغ هكا متاع المركز، فما جيست تعاونه في الاستقبال قاعده تفرج في التلفزة ما فما حد. يتو دانكو نسمعوها تكبس، رامي كلاش البوق من عاد العون اللي وراه. قعدنا الكلنا بوش بي مش نفهمين شيء، مش نفهمين روحنا وين ماشيين، شو ندخل جيول مش بحث، شو فما اول مره ندخل المركز. سيناريوهات تخيلتها في مخي كانت على الافلام، اول ما مشينا فما بيرو على اليمين فوتناه، بيرو على اليسار متاع وين يعملوا البحث، فما شكون الداخل، تخيلت راح ندخلوا غادي وكاستيلا كلامبوبه تبدا تدرجح والدنيا ظلمه وفما شكون يكتب عدى كتير وقت تك 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 وقاعدين يسالوا فينا. لا تعدينا نخزروا البيرو مقابلنا، دونك هذيك هي الديستيناسيون تاعنا. دخلنا للبيرو هذاك، بيرو رئيس المركز. اول ما دخلنا سطعتنا ريحه دهن قويه على الاخر، ببال المركز قاعدين يدهنوا فيهم ومتكينهم على الحيط، فما باش ملوطه ودهن مقطر، اما ريحه نتاع دهن ودي اليوم قويه 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 على الاخر. دوتيل صورتك صدعتنا الريحة. قالنا رئيس المركز حطوا الماتريال، حاطين الماتريال على الطاولة وبدا يسأل فينا. هاي فيش قاعدين تصور؟ كنا نصوروا في ريبورتاج على الأولياء الصالحين في مكثر. تابعين شكون؟ تابعين قناة؟ تابعين أساسيسيون تخدم في صحافة المواطن. عندكم ورد ميسيون؟ لا. قالنا وروني الماتير، وريناه. قالنا فسخوها، ما بديناش نفسخو، من بعد بدا يسأل فينا على أسامينا. نورمال ما هو يكون سؤال الأوردينير الأول، شنو هو أساميكم الثلاثية؟ بالواحد بالواحد كل واحد يعطيني اسم ثلاثي. حمدي بن زبير بالحاج. وانت؟ رامي فوزي راغ. وانت؟ مرة مرا. اسمك الثلاثي مرا؟ نعرفش. اعطيني نوع مرا وليك. الو
ولدك بحذنا في المركز، نجم تتفضلوا بحذنا. كمان تخيل ولي باش يسمع الكلمة ذيك في اللحظة ذيك، طفل شي يعمل في المركز اش فاهم معناها، كفاجعة كبيرة. وكلمنا وقتها الجماعة اللي معاهم في الاسوسياسيون اللي لهم بالفورماسيون، وقتها نعلموا في الفورماسيون ونصوروا في روبرتاج. كلمناهم باش يجونا للمركز. اول واحد خلط كان فوزي بيرامي يرحمه، هبط نخزر له شباك رئيس المركز يطلع على الشارع، نخزر له هابط يجري ودخل المركز. وجوج جماعة اللي معانا في فورماسيون انيس وعد دخلوا رئيس المركز، بدو يحكوا معاه، ما نعرفش طلب عليهم اوراق تاع جمعيه فزاكي، حكوا معاه وراه كل شيء. انا مخي مشتت، ماني نخمم في حد شيء، ماني نسمع في حد شيء، جوست اني نحب نروح كاو نحب نخرج. تودا نكون قالنا برو روحوا ليلي شيء، حسب اللي فهمت واللي حسيته، مش على خاطر فهموا الكونسيبت اللي نخدموا فيه والحاجه اللي نعملوا فيها، جيست انا سايبنكم برو روحوا كاو، لا تكتب محضر لا تعمل حد شيء، انا سايبنكم برو روحوا. خرجنا من المركز، وقت الخارجين من المركز عرضونا زوز عاملين عركه هكا، حسيت روحي في نفس الكونتكست نوعين، في عين نفس الحاجه، معناه هما عاملين مشكله خارجين على القانون، حتى نعمل مشكله خارج على القانون، ما عنديش اطار قانوني يضمن لي حقي ولا نخدم بيه. وروحنا رجعنا للوكال اللي عاملين فيه الفورماسيون باش نبدو المانتو، الماتير ما تفسختش. فما تصوير عملناها وقت اللي جينا خارجين باش نصوره، كنا باش نهبطوه على الفيسبوك نحنا نخدمو فرحانين، واحد يا اخي التصويره تقلبت، هبطناها وكتبنا عليها الحي يروح، معناها من اللي كنا فرحانين باللي نعملو فيه رستنا في المركز ومروحين من المركز. رابتيت مينور، إنتاج جريدة ميديا كامب تبرقة 2020، تسجيل صوتي أسامة عبد اللطيف، فوا أوف صافي جبران، مونتاج حمدي بالحاج، إخراج فريق فتفتة